والله شوف أنا عندي مبدأ حلو. والله صحيح، وهذا مش مدحن في نفسي، ما يدخل أحد عندي على المكتب يدور وظيفة إلا أشوف له وظيفة. هذا عهد قطعته على نفسي من أول يوم فتحت مكتب. أتمنى أني أقدر أوظف كل الناس، اللي ما أشوف له وظيفة عندي أشوف له عند غيري، خاصة طلابي حبايبي، طلاب جامعة البترول، خاصة طلاب العمارة. ما يقدر أحد يقول إنه يحيى النجار ما وظفني أو دربني أبدا. يجي يقول أنا أبغى أتدرب في جدة، أقول له لحظة، أرفع الجوال دق على فلان، أقول له فلان جايك تدرب عندك، أقفل السماعة. فرض، ما في شيء. والتوظيف طلاب قسم العمارة، أتصل على المكاتب أصحابي أو الشركات أو الجهات الحكومية، أقول لهم جاي لكم فلان وظفوه 8000 ريال، هذا فلان وظفوه 10000 ريال. يا يحيى غالي وهذا لسه تو، أقول لهم هذا طالب يحيى النجار، هذا مستوى أكثر من كذا. فهذا يعني ديدني، وهذا الشيء يعني أعتقد أنه هذا الله، أن الله سبحانه وتعالى بيكرمنا من وراء هذا الشيء، أنه لا تترك أحد يحتاج الوظيفة بدون وظيفة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخ لي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.